في ريف حمص الشمالي الغربي وعلى مسافة 20 كيلومترا من مركز المدينة، تقبع بلدات سهل الحولة التي تحاصرها قوات الأسد منذ سنوات. أبو عبدو أحد سكان منطقة الحولة، جبره الحصار والغلاء أن يصنع الخبز لعائلته بشكل يدوي، حيث يخلط الطحين بالماء ويقوم بعجنه ثم تركه ليختمر قرابة ساعتين، ليقوم بعدها بتقطيعه ومده بواسطة المدلك ثم خبزه على الصاج. والله نحن مثلنا مثل أي عيلة بالحولي، بنخبز على الموقدي، بنخبز بإيدنا، لأنه الخبز بالأفران الربطة ما بتكفي شخص على وحدي. لا هيك يعني منلاقي أوفر، هي حقها 300 ليرة وأحيانا منشتريها ب 500 ليرة، ويوم اللي بصير عنا دعم بالحولي بيبيعونا إياها ب 250 و 200. لا منعجن عائدنا ومنخبز عائدنا، منلاقي أوفر ومنلاقي إنه الخبز أطيب، بتكون مستوية أكتر ما شاوينا بالبيت النار تبع الفرن لسبب غلاء المازوت بيوفروا وبيعملوا. لقينا هيك نحن أحسننا. يستخدم أبو عبد الحمصي روث البقر أو كما يعرف محليا باسم الجلة في إشعال النار والطهي، وذلك لعجزه عن شراء مادتي الغاز والمازوت، حيث ينتج الخبز أخيرا بأقل تكلفة ممكنة وبأجود نوع بحسب رأي حميد أحد أبناء أبو عبدو، والذي يرى في خبز الصاج الذي يصنعه والده لقمة شهية أحب إليه من خبز الأفران.